يقول الشيخ ذكر الناس ايضا في صيام الست اللي ما بعد صام ما قال 15 يوم في وقت ولله الحمد. والحديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله، فتحتاج الى عزيمه مثل ما تفضل المقدم. يعني التسويف ترى اثنتان مدخل من مداخل الشيطان على ابن ادم، التسويف وطول الامل. بيتوب عنده امل طويل، يقول لا خلها في رمضان، جاء رمضان ما اقلع من التدخين ولا تاب من غيبه ولا تاب من مشاهده حرامه، يجي الشيطان يقول خلها في الحج. حج او ما حج، قال لا خلها مع بدايه السنه توبه. وبعض الناس يربط توبته باشياء خاصه فيه، ابوه في العنايه المركزه يقول لا انا بتوب اذا مات الوالد، يعني مثلا يعني خلها مع العزاء نعفي اللحن، لان والده خلاص يعني مثلا ميت دماغيا مثلا. يربطها مثلا بالتخرج، يربط توبته بالزواج، يربط توبته بالوظيفة، يربطها بأشياء قد تتحقق هذه الأشياء وقد تطول التوبة. يقول العلماء لا يجوز تأخيرها، توبوا إلى الله جميعا. فالتوبة يجب أن تكون مباشرة يعني، فلا تربطها بأشياء بتخرج أو بزواج أو بأي أمر من أمور الدنيا. فالتوبة إذا لا تسوف فيها، باشر بالتوبة والإقلاع من هذا الذنب، والله تعالى يحب التوابين. جزاك الله خير.